في الفيديو ده إن شاء الله هنتكلم عن الانترفيسنج بتاع الـ LCD والـ Keypad على الـ ATmega 32. الـ LCD أقدر أعتبر إنها Output Device هيبان عليه أي Characters أو Numbers أنا بكتبهم. بالنسبة للـ Keypad فهي Input Device بدخل بيه Numbers معينة أو Characters معينة للمايكرو كنترول. تعالوا نبتدي في الأول بالـ LCD ونشوف إزاي أقدر انترفيس الـ LCD على الـ ATmega 32. أبسط حاجة عن طريق الـ Code Vision عندي library جاهزة للـ LCD فأقدر إن أنا أهاش include الـ library اللي هي اسمها alcd.h وقتها أقدر أستخدم كل الـ functions اللي تخلي الـ LCD تشتغل. بس تعالوا قبل ما نستخدم الـ library دي عن طريق الـ Code Vision نشوف الـ functions دي أو الـ library دي نفسها كان مكتوب فيها إيه وازاي ممكن اكونستراكت انا لايبرري للـ LCD. احنا مش محتاجين نعمل كده، بس ليه بنعمله؟ علشان عامه لما بيكون عندي اي ديفايس عايز اعمله انترفيسنج مع اي مايكرو كنترولر بستخدم نفس الطريقه وبتبع نفس الاسلوب، ان انا بفتح الداتا شيت بشوف الديفايس ده بيشتغل ازاي وابتدي اكونستراكت انا الفانكشنز بتاعته. فده اللي احنا عايزين نعمله دلوقتي، انه اكونستراكت فانكشنز للـ LCD حتى لو انا كان عندي الفانكشن موجوده بس ابقى عرفت ازاي بتعامل مع ديفايس ما كنتش عارف ازاي بيتكتب له كود قبل كده. اول حاجه تعالوا نتكلم عنها هي البينز بتاعه الـ LCD. قبل ما نبص للتوصيله اللي احنا موصلينها هنا خلينا نشوف البينز دي كل بين منهم بتعمل ايه وازاي اقدر اشتغل بيها بقى كده نفهم انا وصلت التوصيله دي ليه دلوقتي. اول حاجه عندي VSS و VCC ده الباور بتاع الـ LCD، دي بنات الباور بلس 5 فولت وجراوند. بعد كده عندي بن اسمها VEE ودي كونتراست كنترول. البن اسمها VEE دي هوصل عليها مع الجراوند والـ VCC لو عايزة اتحكم في الكونتراست بتاع الـ LCD هوصل عليها بوتنشيومتر، كل ما اغير في قيمة البوتنشيومتر كل ما قيمة الكونتراست هنا هتختلف. بعد كده لقيت عندي RS بن اسمها Register Select. معنى كده انه انا في بالي بما انه في حاجة اسمها Register Select ان انا هيكون عندي كذا Registers وانا بختار انا بشتغل بانه Register، وبما انه هي بن واحدة فمعنى كده ان انا عندي احتمالين بس، يا اما هتبقى 1 يا اما هتبقى 0. من هنا هيبقى عندي 2 to the power n احتمالات وn هتبقى ب 1، انا عندي بت واحدة بس فهيكون عندي احتمالين بس. يبقى في بالي ان انا هيكون عندي بما ان انا عندي هنا بس احتمالين بس يبقى ان انا عندي 2 registers، لو انا ب 1 هختار register معين، لو انا ب 0 هختار register تاني. لغايه دلوقتي احنا ما نعرفش ايه الريجستر اللي انا هعمله select ده، هنعرف كمان شويه. البن اللي بعد كده عندي RW read or write، برضه دي بت ينفع تاخد يا 1 يا زيرو، وعلى حسب عندي 1 او 0 يا اما حريد او حرايت للـ LCD. معنى كده ان انا ممكن بعد ما رايت حاجه على الـ LCD ارجع تاني اريد اللي انا كنت كاتباه على الـ LCD واحطه في فاريبل معين. البين اللي بعد كده enable دي واضحه هانيبل ان الـ LCD تشتغل. بعد كده لقيت عندي بنات من D0 لD7 حاجه اسمها data pin. الداتا pins دول ده register، والريجستر ده اقدر استخدمه في حاجتين. اقدر استخدمه كداتا ريجستر، يعني يبقى هو الريجستر اللي هبعت له الداتا علشان تبان على الـ LCD، واقدر كمان استخدمه ككوماند ريجستر. يعني ايه كوماند ريجستر؟ يعني عن طريق الـ ones و zeros او الـ combination of ones and zeros اللي هتكون موجودة في الـ register ده اقدر اخلي الـ LCD دي تعمل حاجات معينة. مع الـ LCD دي فيها options كتير لحاجات كتير ممكن تحصل، يعني مثلا عايزة احرك الكيرسر، عايزة انزل على سطر مختلف، عايزة اغير حاجات كتير في الـ LCD، كل ده هيحصل عن طريق الـ command. معنى كده ان انا عندي register واحد يا اما هيشتغل داتا ريجستر يا اما هيشتغل كوماند ريجستر. طب على انه اساس؟ على اساس الار اس اللي هي الريجستر سيلكت دي. من هنا اقدر اقول انه لو كان الار اس هيكوال ل 1 وقتها انا اخترت داتا ريجستر، لو كان الار اس هيكوال ل 0 فانا وقتها اخترت كوماند ريجستر. بالنسبه للريد اند رايت لو كانت الار دبليو هتيكوال 0 فانا برايت، لو كانت الار دبليو ايكوال 1 فانا بريد. طيب بالنسبة للـ Data Register دي حاجة مفهومة جدا، أنا عايزة أبعت الداتا اللي أنا عايزة أظهرها على الـ LCD. طب إيه شكل الداتا؟
هتتبعت ازاي؟ بما ان هو 8 بت register معنى كده انه هيكون عندي register. الregister ده بادي من D0 D1 D2 لغاية D7 عندي 8 بت register، يعني هيكون عندي 2 to the power n minus 1 اللي هي 255 احتمال. يعني ايه 255 احتمال؟ كل احتمال من ال 255 احتمال دول character واحد. معنى كده ان انا مثلا عشان اكتب الكاركتر A، مثلا عشان اكتب الكاركتر A هيكون عندي combination of ones and zeros يطلع لي حرف A في المكان اللي انا مختاره. عايزة مثلا اكتب مثلا question mark، عشان اكتب question mark برضو هيكون عندي combination of ones and zeros علشان يطلع عندي الكاركتر اللي شكله question mark. تعالوا نشوف الكومبينيشن دي، ناخد example كده عليها. من الجدول ده باين عندي الباينري نمبر لكل ديجيت انا عايزة ابينه على ال LCD. طب تعالوا ناخد مثلا اكزامبل كده. انا عندي هنا اهو من B0 ل B3، يعني عندي اول 4 ديجيتس المفروض يكونوا بكام من هنا من الروز دي. بعد كده الكولمز اللي عندي من B4 ل B7. معنى كده تعالوا مثلا ناخد نبتدي بالديجيت 0. علشان اشتغل بالديجيت 0 وقتها محتاجة اتشك الرو علشان من B0 ل B3. فمن B0 ل B3 هيكون عندي كام؟ هيكون عندي 4 zeros، يبقى من هنا هيبقى عندي 4 zeros. بعد كده عايزة اتشك الكولم اللي فيه الزيرو ده علشان اشوف من B4 ل B7. فمن B4 ل B7 كان عندي 1100، فمن هنا هيبقى عندي 1100 وده هيديني digit 0. طب لو عايزة اجرب حاجة تانية، مثلا نجرب W. مثلا W كانت عند الرو ده من B0 ل B3 كان عندي 1110، فمن هنا هيبقى عندي 1110. بعد كده الرو ده كان عندي 1110، فهنا 1110 وده W. وبنفس الطريقة أي ديجيت تاني عايزة استخدمه هتشك الروز والكولمز بتوعه بحيث ان انا اعرف اكتب الباينري نمبر بتاعه جوه الريجستر اللي اسمه داتا ريجستر. بس وقتها لازم اكون مختار السلكت ان هو يكون بوان علشان ابقى بختار داتا مش كوماند ريجستر. يبقى دلوقتي لو انا عايزه اسند داتا للداتا ريجستر محتاجه اعمل ايه؟ يبقى انا تعالوا دلوقتي نكتب ان انا عايزه function to send data to LCD. عشان اكتب الفانكشن دي محتاجة انه انا اول حاجة اعرف الـ RS اللي هي الـ register select، ان انا اختار ان هو data. فـ RS تبقى بـ 1 ليه؟ علشان choose data register. بعد كده عايزة اخلي RW تي equal 0 ليه؟ علشان choose to write data. اخر حاجة عايزة اشغل enable. enable ده المفروض ان هو يبقى هاي بعد كده يبقى لو، فهخلي الانيبل ده ب1. بعد كده هديلي، ممكن ديلي مايكرو سكندز، يعني كفايه 10 مايكرو سكندز. بعد كده هخلي الانيبل بزيرو. وانا عشان اشغل انيبل دايما بعمل كده، لازم ان هو يجو هاي بعد كده يبقى لو من جديد. فدي الفانكشن تو سند داتا تو ال سي دي محتاج يكون فيها الكودز دي. طيب دلوقتي بالنسبه للكوماند ريجستر، عشان ابتدي اشتغل بالكوماند ريجستر لازم اخلي الار اس بزيرو. وتعالوا نشوف بقى ايه هي الكوماندز اللي انا ممكن اشتغل بيها في الكوماند ريجستر. في الجدول ده عندي اكزامبل للكوماندز اللي انا ممكن استخدمها. مثلا لو كان عندي 0x01، يعني كان كل الريجستر ده بزيروز ما عدا دي 0 هي الوحيده اللي كانت ب1، وقتها الكوماند اللي عندي هيكون كلير سكرين، اي حاجه موجوده على السكرين امسحها. بعد كده لو كان عندي 0x02 مثلا، يعني كان عندي هنا 1 0 والباقي كله بزيروز، وقتها هي return home وهكذا. بعد كده عندي مثلا cursor decrement، يعني لو انا كان عندي الكرسر واقف في مكان ما هنا مثلا، كان الكرسر هنا اهو هي decrement، يعني هيرجع واحدة لورا. بعد كده عندي كوماندز مختلفة، مثلا using two lines 8 bit mode، using two lines 4 bit mode. وال two commands دول مهمين جدا عايزين نتكلم عنهم، بس خليهم كمان شوية.
بعد كده عندي مثلا move cursor display on والcursor off، يعني الكرسر ما يبقاش باين، move cursor to the beginning of the second line، وهكذا. عندي كذا command وفي examples كتير commands اللي عندي. تعالوا نرجع بقى دلوقتي لل two commands دول، using two lines 8 bit mode و using two lines 4 bit mode. المفروض ان انا كنت اوصل ال LCD دي ال 8 bits بتوع ال داتا بينز بتوعها، المفروض يكونوا واصلين بالمايكرو كنترولر بحيث ان انا ابعت عليهم الداتا كوماندز، وابعت عليهم بحيث انه ابعت عليهم الداتا والكوماندز. بس انا لاقيه هنا ان انا مش موصلهم كلهم، انا موصله 4 بيتس بس منهم، D7 D6 D5 D4. ده اقدر اتحكم فيه عن طريق التو كوماندز دول، ان انا هشغل ال LCD دي تبقى تو لاينز، يعني هي المفروض ال LCD بيبقى تو لاينز، فيها كل لاين فيهم مثلا 16 او 8 بيتس وهكذا، وبيكون فيها 2 lines، يعني بتبقى حاجة عاملة كده وهكذا على حسب عدد الديجيتس اللي هتكون موجودة عندي على سطرين. فهنا بيقولي ان انا هيوز 2 lines، يعني انا هشغل 2 lines دول، مرة هشغلها 8 bit mode يعني هستخدم ال 8 data pins، ومرة تانية هستخدمها ب 4 bit mode، يعني هوصل بس 4 pins من ال pins اللي عندي دي بالمايكرو كنترولر، وبرضو ال LCD دي هتشتغل بنفس الطريقة صح جدا، وهيطلع عليها اي ديجيت انا عايزة ابينه عليها. طب دلوقتي عايزة اكتب بقى function لـ to write a command to send a command للـ LCD. هعمل كده ازاي؟ اول حاجة محتاجة اعرف الـ RS المرة دي هخليها بزيرو، كده انا اخترت command register. بعد كده هخلي الـ RW بزيرو برضو علشان write، وكالعادة لازم اشغل الـ enable، وقلنا انه الـ enable لازم يبقى high. بعد كده هستنى delay صغير جدا، بعد كده هخلي ال enable low، وكده انا كتبت function to send command to ال LCD. بس زي ما قلنا بالنسبة لل code vision، كده كده انا عندي library جاهزة اسمها alcd.h، بيكون موجود فيها كل ال functions اللي انا محتاجاها علشان access ال LCD واكتب عليها. طيب تعالوا دلوقتي نشوف ال functions دي، ونتخيل كده كل function ممكن يكون مكتوب فيها ايه من جواها. احنا مش هنكتب الفانكشنز دي، احنا هنستخدمها بس نفكر مع بعض ممكن يكون مكتوب فيها ايه. اول حاجه عندي LCD go to x و y، where x is the position of the character من 0 ل 15، يعني كان ده الاكس اكسس هو الكولمز اللي عندي من 0 ل 15. بعد كده اهي عشان هي المفروض تبقى كده، فهي هي دي كل الكولمز اللي عندي. و y is the line number يا 0 يا 1 assuming انها 16 في 2 LCD. يبقى أول حاجة LCD go to x و y محتاج يكون فيها إيه؟ هل LCD go to x و y دي فيها حاجة حطها في الداتا register، ولا كلها هتكون موجودة في command register؟ هي كلها في command register، يبقى هيبقى عندي function الfunction دي، يبقى هيبقى عندي function LCD underscore go to x و y بتاخد parameters x و y من المين، وجواها هيكون مكتوب كود معين. إيه الكود المعين؟ اول حاجة ده command مش داتا، يبقى في الاول خالص انا عارفة ان اكيد جوه هيبقى عندي rs equal zero، لان انا عندي هنا command register مش data register. بعد كده عايزة احدد ان انا برايت، فهيبقى عندي rw برضو هي equal zero. بعد كده عايزة اعمل enable، فالenable لازم يبقى فالenable هيبقى high. بعد كده هستنى delay صغير جدا، بعد كده هخلي ال enable ده يبقى low. بعد كده عايزة اسند الكوماند اللي يخلي ال LCD دي تجو لل x و y اللي انا عايزاهم. طب ايه الكوماند اللي هيعمل كده؟ هحرك الكيرسر بقيم ال x و y اللي هو عايزها. يبقى انا محتاجة دلوقتي ان انا ارجع بقى اتشك على الجدول، واشوف ايه هي الكوماندز اللي كانت بتحرك لي الكيرسر، واحرك مثلا الكيرسر لو مثلا عايزة امشي في ال x مثلا 4 عدات، هعمل ايه؟ وقتها ه increment الكيرسر 4 مرات، فهيبقى عندي for loop. الفور لوب دي بتبعت ليه الكوماند register ده انه ي increment الكيرسر 4 مرات. بعد كده عايزة انزل مثلا على تاني line، وقتها هبعت الكوماند اللي ينزل ليه اللاين التاني. بعد كده عندي LCD puts f. LCD puts f دي انا بكتب فيها characters معينة، يعني لازم ما بين البراكتس دي اكون كاتبة حروف معينة او ارقام او ايا كان characters. طيب LCD puts دي المفروض هيبقى فيها ايه؟ هيبقى فيها command ولا هيبقى فيها data؟ لا انا هنا بسند data، فهيبقى عندي LCD underscore puts f، وهنا دي هتكون بتاخد parameter بتاعها string معين،
وجواها دي بتاخد داتا، فبما انها بتاخد داتا عايزه اشغل ال data register في RS هتبقى ب1، برضو انا بايت في RW هتبقى ب0. بعد كده عايزه اعمل enable، ف enable ه equal 1. بعد كده هعمل delay، بعد كده هخلي ال enable ب0. بعد كده عايزه ابعت بقى الداتا اللي انا عايزاها، فالداتا اللي انا عايزاها دي عايزه احولها بشكل ما انها تبقى اسكي كود، وابعت الاسكي كود ده ل الريجستر اللي عندي هنا. بعد كده عندي ال سي دي كلير، وال سي دي كلير دي باين جدا انها هتبقى كوماند، وهي هيبقى فيها كوماند واحد بس اللي هو كلير ال سي دي، فبرضه هيبقى فيها ار اس ايكوال 0، ار دبليو ايكوال 0، وبعد كده انيبل. بعد كده عايزه اساوي الريجستر ده ايا كان اسمه ايه، او هسمي الريجستر ده ايه، او هكون موصلاه على انه بورت، لان هو كده كده هيكون واصل على بورت معينه. المهم ان انا هبعت للريجستر ده قيمه الباينري نمبر اللي تعمل الكوماند بتاع الكلير اللي هو تقريبا كان 0x01. دلوقتي عايزين نستخدم الكود فيجن في ان احنا نكتب كود عشان يشغل ال سي دي. لو فتحت الكود ويزرد هلاقي ان انا كده كده عندي الفا نيوميريك ال سي دي. اول ما هعمل انيبل الفا نيوميريك ال سي دي هو هيقول لي على طول انت عايز كاركتر بير لاين يبقى قد ايه، 8 ولا 12 ولا 16، فانا هختار 16 عشان انا عندي 16 في 2. بعد كده هيقول لي عايز توصل ال ار اس وال ار دي والانيبل ودي 4 دي 5 دي 6 دي 7 على فين. معنى كده انه هنا هو بيشتغل ب 4 بت مود، فهشوف انا كنت موصله ال ال سي دي على انه بينز من البروتوس، فانا موصله ال ار اس على بي سي 0، ار دبليو على بي سي 1، والانيبل على بي سي 2. بعد كده من دي 4 لدي 7 موصلهم على من بي سي 4 لبي سي 7. فهرجع تاني للكود ويزرد، وهنا كان عندي على بورت سي 0، وهنا بورت سي 1، وهنا بورت سي 2، بعد كده عندي بورت سي 4 و5 و6 و7، وعايزه بعد كده ان انا اجنريت الكود عادي جدا. لما عملت جنريشن للكود وشلت كل الحاجات اللي كانت زياده اللي ما كناش بنستخدمها، لقيت ان هو عمل لي هاش انكلود لميجا 32.h كالعاده، وعمل لي هاش انكلود للايبر جديده اللي هي ALCD.h. بعد كده هو قال لي هنا في كومنتس انا موصله كل بن على ايه عشان اعرف اوصل البنات بتاعتي. بعد كده اخر حاجه اهي قال لي انه هيعمل LCD initialize، وانه بياخد عدد الكاركترز بير لاين، وكان عندي 16 كاركتر. بعد كده جوه الوايل 1 عايزه اكتب بقى الكود اللي كان في اللاب شيت ده. شكل الكود انا كنت عايزه كود يعمل ايه، كنت عايزه انه print hello world تبان لمده 500 ملي سكند، و يكلير لمدة 500 ملي سكند، او لمدة هنا عاملها 1000 ملي سكند يعني ثانية، بعد كده يرجع تاني يكتب هلو وورلد وهكذا. بعد كده عايزة ابلد الكود، طلع عندي من هنا 2 ايرز. ايه الايرز اللي كانت عندي؟ ان انا نسيت اعمل هاش انكلود للايبرري اللي اسمها delay.h، وهبلد تاني خلاص ما عنديش ايرز، فهرجع هنا ايون لقيته كاتب لي هالو وورلد، فعلا بتبان لمدة 500 ملي سكند، بعد كده تختفي لمدة ثانية، وهكذا يبقى الكود شغال مظبوط جدا. بعد كده هو عايزني اكتب a code that show a counter count from 0 ل 100 in the LCD. معنى كده ان انا دلوقتي مبقتش بشتغل بكاركتر، انا عايزة اشتغل المرادي بانتجر رقم من 0 ل 100. طب هنفذ الكلام ده ازاي؟ تعالوا نشوف على بروتوس وعلى كود فيجن. انا عايزه اعمل كاونتر، فهعمل اول حاجه int i اللي هي الكاونتر، بعد كده هعمل فور لوب i هيقعد يعد من 0 لغايه 10 عشان نشوف، بس ما يبقاش بيعد لغايه 100، 10 مؤقتا. بعد كده ممكن ابقى اغير شكل الكود براحتي. بعد كده انا عايزه استخدم الفانكشنز اللي كانت عندي عشان اعرف استخدم ال LCD puts دي، لازم تجد an array. عشان كده هعمل array of character، هخلي اي array اسميه اي حاجه y of 5 مثلا. بعد كده هحول ال id عن طريق function اسمها i to a integer to array، ان انا ادخلها جوه ال array of characters اللي اسمه y. بعد كده هprint قيمه ال y دي، بعد كده اكلير وهكذا بالديلي. تعالوا نتست الكود، ما عنديش errors، تعالوا نجرب. فعلا بيعد 0 بعد كده 1 بعد كده 2، هنستنى بس ان هو يوصل لغاية 10، 4 بعد كده 5،
وهكذا رجع تاني يعد من الاول. ولو لاحظنا هنلاقي انه شكل الاوتبوت اللي طالع من البنات اللي عندي اللي هي من بي سي 4 لبي سي 7 داخل للال سي دي بيتغير على حسب الرقم اللي بيطبع على الال سي دي، وده فعلا احنا كنا قايلينه ان انا كل رقم من دول هيكون عنده باينري نمبر مقابل ليه. بعد كده تعالوا نتكلم عن الانترفيسنج بتاع الكيباد مع الـ ATmega 32. بالنسبه للكيباد زي ما انا شايفه هنا، انا شايفه ان انا عندي 8 اوتبوتس طالعين من الكيباد اقدر ادخلهم على المايكرو كنترولر، وزي ما انا شايفه هنا برضو لاقي ان انا عندي روز وعندي كولنز، وكل ديجيت من الديجيت بتاعت الكيباد دي اقدر اعتبر ان هو بوش بوتن. طيب انا لو انا كان عندي العدد ده من البوش بوتنز في الطبيعي كنت هحتاج كام انبوت من ال ATmega 32؟ كده كان هيبقى عندي 16 بوش بوتن، يعني كان انا محتاجه ادخل 16 انبوت والباقي كله يبقى متوصل على الجراوند. معنى كده انا كنت هحتاج 16 انبوت سواء هوصل بول اب او هوصل بول داون ريزيستور، بس كنت هحتاج 16 انبوت ادخل عليهم الكيباد للمايكرو كنترولر. هنا علشان نختصر عدد الانبوت انا محتاجه ادخلها للمايكرو كنترولر، الطريقه بتاعه توصيل البوش بوتنز في الكيباد مختلفه. انا بوصل البوش بوتنز في الكيباد كانها ماتريكس 4x4، عندي 4 روز وعندي 4 كولومز، وكأن كل بوش بوتن من دول متوصل بكولوم ومتوصل برو من الروز دول. يعني لو انا جيت ابين دلوقتي كل بوش بوتن من البوش بوتنز دول اسميه مثلا، فممكن اعتبر ان ده رو نمبر 1 وده كولوم نمبر 1، فالبوش بوتن اللي هنا هيبقى P11. بنفس الكلام ده رو نمبر 1 وكولوم نمبر 2، فاقدر اقول ان هنا ده P12 وهنا P13 واخر حاجة P14. نفس الكلام هيبقى هنا، بس المرة دي بقى هيبقى عندي تاني رو اول كولم، فهيبقى عندي P21 P22 P23 واخر حاجة P24، وهنا هيبقى عندي P31 P32 P33 و P34. بعد كده اخر رو مع الكولمز دي هيبقى عندي P41 P42 P43 و P44. معنى كده ان انا دلوقتي عايزة بطريقة ما اقدر اقرا البوش بوتنز دي. طيب تعالوا دلوقتي نوصل مثلا اول كولم ده عايزة اوصله على 5 فولت، كأن اول بوش بوتن كأن اول كولم ده واصل بالخمسة فولت، وحوصل بقية الكولمز بالجراوند مؤقتا، كل دول متوصلين على جراوند وعندي هنا 5 فولت. طيب وبعد كده عايزه اوصل الروز دي زي ما هي متوصله عندي على بي سي 0 بي سي 1 بي سي 2 بي سي 3. ليه؟ كان انا دلوقتي هوصل كل الروز دي تبقى هي الانبوت اللي داخل المايكرو كنترولر، وانا موصله 5 فولت هنا، فاي بوش بوتن هضغط عليه من الكولم ده اللي هيحصل، لو ضغطت على اول بوش بوتن هيسمع في رو 1، ضغطت على تاني بوش بوتن هيسمع في رو 2 وهكذا. تعالوا نوصلها ونتشك. من هنا اول رو هيبقى متوصل على بي سي 0 وهنا على بي سي 1 وهنا على بي سي 2 واخر حاجه على بي سي 3، وانا كان عندي هنا 5 فولت واصله على طول والباقي ده كله بجراوندز. فانا لو جيت دلوقتي ضغطت على اي بوش بوتن من اللي متوصلين بالجراوند، كده كده الرو ده مش هيبقى حاجه لانه ده متوصل بالجراوند، فهيبقى اي 0 مش هيتغير الستاتس. الحاجه الوحيده او البوش بوتنز الوحيدة اللي هيتضغط عليها هي البوش بوتنز اللي هي فيها PX1، يعني ممكن اعتبر من هنا كده ان اللي هيظهر عندي المرة دي هي PX1، كأن X ده variable ممكن يبقى 1 او 2 او 3 او 4 على حسب الرو اللي انا فيه. طب تعالوا ناخد example مثلا ان انا ضغطت دلوقتي على P11 ده كده كده انا المرة دي في الكونديشن اللي انا فيه دلوقتي ده انا موصله هنا بس 5 فولت والباقي كله على الجراوند، مش هيظهر عندي غير حاجات من اول كولم ده. طب P11 ده متوصل باول كولم متوصل باول رو، معنى كده انه هيسمع في PC0. يبقى معنى كده ان انا لو ضغطت على P11 من هنا هيسمع التغيير ده فين؟ في PC0. فايه اللي هيحصل؟ ف if P11 can pressed قيمه ال PC0 هت equal ل 1 او هقدر اريد منها 1. ليه ده هيحصل؟ لانه هيبقى عندي فولتج او 5 فولت، فهيبقى في فلو هنا كده، والفلو ده هيعدي من الكولم ده يروح للرو لانه
البوش بوتن ده كان مقفول ويوصل لهنا، فالبي سي زيرو دي هتبقى بوند. بنفس الطريقه بالظبط لو كان عندي بي 2، بي 2 هيسمع فين؟ بي 2 متوصل بكولم نمبر 1 وبالرو نمبر 2، فهيسمع في بي سي 1. من هنا اقدر اقول انه اف المره دي بي 2 1 هي اللي كانت بريست، وقتها بي سي 1 هي اللي هتبقى بون. ونفس الكلام بالنسبه ل بي سي 2 بي سي 3، دي لو كانت بي 3 1 ودي لو كانت بي 4 1. معنى كده ان انا لما وصلت اول كولم بخمسة فولت قدرت اتشك على كل البوش بوتنز اللي كانت متوصله في الفيرست كولم ده. طب لو انا عايزه اتشك على بقيه الكولمز بقى هعمل ايه؟ وقتها هغير، مش عايزه بقى المره دي يبقى الخمسة فولت متوصله على اول كولم، لا عايزه انقل المره اللي بعدها انه الخمسة فولت تبقى متوصله على تاني كولم مثلا. طب لو جيت انا دلوقتي وصلت هنا كمان خمسة فولت، ايه اللي هيحصل؟ لو انا جيت ضغطت على بوش بوتن بي 1 2 مثلا، يعني المره دي بي 1 2 هو اللي اداس، فوقتها بي سي 0 برضه هتقرا 1. طب ازاي هو هيقدر يفرق يا ترى كان بي 1 2 هو اللي مداس ولا بي 1 1 اللي مداس؟ ما الاثنين وصل لهم 5 فولت، فكده انا مش هعرف انا بي 1 1 اللي مداس ولا بي 1 2 اللي مداس. عشان كده بنقول ان انا ما ينفعش ابقى موصله 5 فولت على 2 كولمز او اكتر من كولم في نفس الوقت، لازم يبقى كولم واحد بس هو اللي عليه 5 فولت. فلو انا عايزه تشيك على اول كولم يعني بي 1 1 بي 2 1 بي 3 1 بي 4 1 ابقى موصله 5 فولت على اول كولم. طب لو انا عايزه تشيك على اللي بعده بي 1 2 بي 2 2 بي 3 2 بي 4 2، وقتها ابقى موصله 5 فولت على بعده، وقتها لازم هنا يبقى متوصل بالجراوند، يعني ما تبقاش 5 فولت، لازم ارجع هنا جراوند تاني. طيب تعالوا بقى دلوقتي نتشك لو المره دي هي اللي فيها 5 فولت، يعني دلوقتي عندي بي 1 2 بي 2 2 بي 3 2 بي 4 2. لو ضغطت على اول بوش بوتن ايه اللي هيحصل؟ وقتها هيفلو الفولت كده، هيبقى في كارنت ماشي تجاه اول رو. معنى كده ان انا دلوقتي ممكن اعتبر انه بي اكس 1 يعني هيبقى عندي بي 1 1 بي 2 1 بي 3 1 بي 4 1 لو كان كولوم 1 هو اللي ايكوال ل 5 فولت. طب لو كان الاحتمال بقى اللي بعده انه المره دي كولوم 2 هو اللي هيكوال ل 5 فولت، فعندي الروز متوصله برضو على بي سي 0 بي سي 1 بي سي 2 بي سي 3، بس المره دي الكولوم 2 هو اللي كان وصل له 5 فولت، فهيبقى عندي بي 1 2 كان بريست، وقتها ده هيقرا عند فين؟ هيقرا عند البي سي 0. طيب بي سي 1 هيقرا لو بي 2 2 هو اللي كان بريست، بي سي 2 هيقرا لو كان بي 3 2 هو اللي بريست، واخر حاجه بي سي 3 هيقرا لو كان بي 4 2 هو اللي بريست. وهكذا هفضل اغير في مكان ال 5 فولت متوصله بانه كولم. معنى كده ان انا هيكون عندي اربع احتمالات، مره عند كولوم 1 هو ال 5 فولت، مره كولوم 2، مره كولوم 3، مره كولوم 4، وفي كل مره هقعد اتشك على البوش بوتن اللي كانت مضغوطه كانت انه عن طريق ان انا اقرا الروز دي. يعني انا دلوقتي عايزه ان انا جوه الوايل 1 يكون عندي كود عمال يلف. ايه اللي هيلف؟ اول حاجه هدي 5 فولت لاول كولم، عشان كده انا موصله دلوقتي الكولمز بايه؟ موصلاها برده بالنات، انا موصله الكولمز اهي، كولم نمبر 1 كان متوصل ب بي سي 4 بقى بي سي 5 بي سي 6 بي سي 7. معنى كده ان الكولم اللي انا موصلاها دي هعتبر انه البنات اللي انا موصلاها عليها هتبقى اوتبوت، وهدي في كل مره بن واحده منهم 5 فولت. يعني في البدايه مثلا تعالوا ناخد اول اكزامبل ده او اول اوبريشن دي، لما كان عندي 5 فولت على اول كولم معناه كده انه بورت سي دوت 4 كانت بون. لما كانت بورت سي دوت 4 بون وقتها عايزه اعمل ايه؟ عايزه اقرا الروز، كل رو من الروز دي كان شايف كام، فهقول if condition لو كان بي سي 0 فهقول بين سي دوت 0 ايكوال ايكوال 1. ده معناه ايه؟ معنى كده لو انا كان عندي اف بين سي دوت 0 ايكوال ايكوال 1، معنى كده انه انه بوش بوتن كان بريست، قلنا بي 1 1. طب بي 1 1 ده انه واحد؟ بي 1 1 اهو اللي هو نمبر 7. وقتها
هيكون عندي variable، ال variable ده مثلا ممكن اخليه x، هقول ان x هي equal ل 7. بس الفكرة ان احنا في الكيباد بيبقى character، ليه؟ علشان اقدر return ال division وال multiplication وكده، فانا هقول ان x هت equal ل 7 وهعرف x فوق انها character. طيب else if، لو كان المرة دي بقى pin c.1 هي اللي كانت ب 1، وقتها ايه اللي هيحصل؟ كأن p21 هو اللي متداس، اللي هو من هنا ده number 4، ف x هت equal ل 4. بعد كده else if برضو هتشيك على pc2، لو كانت هي المداسة هيبقى number 1 وهكذا. بعد ما هخلص الجزء ده كده انا خلصت اول operation، يعني كأن اول operation دي حققتها هنا. بعد كده عايزة انفذ تاني operation. طب تاني operation دي كان بدايتها ايه؟ تاني operation كان بدايتها ان انا عايزة اخلي port cd.4 تيكوال لزيرو، عايزة ارجع ده ground تاني، وعايزة اخلي column 2 هو اللي عليه 5 فولت. وقتها هعمل ايه؟ وقتها هخلي port c.5 هي اللي تبقى بخمسة فولت. وبرضو هدخل على ال if conditions اللي كانت عندي. pin c.0 لو كانت ب 1، وقتها P12 هو اللي هيكون متداس، اللي هو من هنا كان number 8، ف x هت equal ل 8. طب لو كان if pin C.1 هي اللي كانت ب 1، وقتها ده هيبقى x هت equal ل number 5، وهكذا لغاية ما اخلص الكود. وانا كنت جوه ال while 1، فايه اللي هيحصل؟ اول ما هخلص انه port c.4 بقى كده port c.5 بقى كده port c.6 بقى كده port c.7، هيرجع تاني لوب من الاول وهكذا. معنى كده ان انا في جزء صغير من الثانية هتشك على كل الكيباد كانت مدسة ولا لا. في اي مرة هكون دايسة على push button، كده كده الدوسة اللي انا بدوسها دي بتكون في زمن اكتر بكتير من الزمن اللي هو بيتشك فيه على الكود كله، فهيقدر يحس بيها ويقراها، وقتها يسجل لي او يحط لي في الفاريبل اكس ده القيمه المقابله للبوش بوتن اللي انا ضغطت عليه. طيب لو انا دلوقتي حابه ان انا اشتغل عادي انتجر، مش عايزه ان انا اريتيرن الفاليو دي، او مش عايزه ان انا احط جوه الفاريبل ده قيمه كاركتر يعني، وقتها عادي ممكن من هنا اخلي الاكس ده اعرفه انتجر عادي، وبعد كده برضو من هنا وقتها هنا هكتب خلاص رقم عادي 7 و4 و8 و5 وايا كان الارقام اللي انا بكتبها. بس في حاجة احنا ما خدناش بالنا منها او ما تكلمناش عليها. انا كان لازم علشان اشغل اي push button في الدنيا لازم ان انا اكون موصلة يا اما pull up resistor يا اما pull down resistor. هنا انا ما كنتش موصلة اي resistances، فيا اما كنت في التوصيلة دي كنت عاملة activation لل pull up resistor، وقتها الكود ده هيختلف، انا هيبقى عندي العكس، المفروض ان كل الكولومز تبقى واصل عليها 1، واللي انا بقرا منه يبقى واصل عليه 0، يعني كان هيبقى عندي هنا port c.4 هت equal ل 0، وكنت هقرا if pin c.0 equal equal ل 0 وقتها x كانت هتبقى ب 7، لانه ال pull up resistor بتبقى عكس الكونديشن. يا اما هضطر اوصل على البنات دي كلها resistor على الجراوند، عشان في حالة ان انا مش ضغطة على البوش بوتن تكون هي فعلا اريا زيرو، لو انا ضغطت على البوش بوتن تقرا 1. تعالوا دلوقتي بقى نوصل دايرة زي دي على البروتس ونشوف نتشك شكل الكود اللي انا هكتبه هيكون عامل ازاي بكود فيجن. وصلت ال LCD على port A، ووصلت الكيباد على port C زي ما كنا كاتبين الكود. بعد كده من الكود فيجن اول حاجة كنت من الكود ويزرد معرفة ال LCD، مختارة ال LCD انها تكون على port A زي ما عملنا واحنا بنعمل interfacing ال LCD. بعد كده عرفت عندي integer سميته key علشان احط فيه قيمة ال number اللي انا عايزاه يطلع من الكيباد. بعد كده عملت character ل array من 5، ليه؟ علشان اعرف اطبع ال LCD رقم integer فلازم احوله ل array عن طريق ال function اللي هي i2a. وعملت هاش انكلود ل stdlibrary.h اللي هي فيها ال i2a function. بعد كده كان عندي ddrc، كان اول 4 bits منها كانوا بزيروز اللي هي من pc0 لغاية pc3 علشان دول اللي انا بقرا منهم input، والoutput كان من pc4 ل pc7 علشان كده خليتها 0xf0. وبعد كده البداية كinitialization هخليها كلها بزيرو. بعد كده كتبت الكود، اول حاجه خليت port c.4 ب 1 ودخلت اتشك على البينز. لو كان عندي pin c.0 ب 1 وقتها الكي هيبقى ب 7،
بين سي دوت 1 هيبقى كي بي 4 وهكذا لغاية ما اوصل لاخر الكولوم. طب دلوقتي انا عندي في الاخر هنا لو عند بين سي دوت 3 دي انا مخليه كي بي 10 مع ان انا ما عنديش رقم 10. طب ليه انا عملت كده؟ ده كان اون او كلير او ايا كان الحاجه اللي ممكن اخلي البوش بوتن ده يعملها. فانا دلوقتي كان عندي الرقم الكي ده انا معرفاه انتجر، معنى كده ان هو هياخد رقم، فانا هخلي ان هو ياخد رقم. بعد كده اشوف ايه هي الفانكشن اللي انا عايزه البوش بوتن ده يعملها، واقول اف كان الكي ايكوال نفذ الفانكشن اللي انا عايز الكي ده يعملها. يعني مثلا فور اكزامبل بالنسبه للديفايدد دي مثلا، ايا كان الرقم اللي انا هديه للديفايدد دي، مثلا هنا انا كنت مديه للديفايدد دي رقم 13، فانا هقول اف كي ايكوال ايكوال 13 مثلا، اعمل عمليه القسمه اللي هي الديفيجن اللي البوش بوتن ده المفروض يكون بيعملها. بعد كده كتبت الكود بتاع ال سي دي، ال سي دي كلير في الاول علشان امسح اي حاجه كانت مكتوبه على ال سي دي. بعد كده ال سي دي جو تو اكس واي علشان يطبع لي الكي اللي انا عايزاه في اول كاركتر من اول سطر. بعدين عملت اي تو اي كي للاري وطبعت قيمه الاري ده. تعالوا دلوقتي نتشيك الكود ده هيكون شغال ولا لا. حيان فعلا انا الكي اللي انا بضغط عليه بيديني قيمته على ال سي دي، يبقى الكود شغال تمام جدا. في حاجة مهمة جدا ما اتكلمناش عنها، هي ال while pin c dot 0 equal equal 1 ده احنا خدنا الكلام ده قبل كده، ده ال debouncing بتاع ال push button. قلنا انه انا لو انا دايسة على ال push button فالمفروض ان ال push button ده ما يدينيش signal انه ال push button ده داس عليه غير لما اشيل ايدي. ليه؟ علشان اتأكد ان انا فعلا دوست دوسة واحدة كاملة على ال push button ده.